السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم عروض جديده وميزه جداد من كارفور. قبل ما نبدا الفيديو، بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه، ما يبخلوش عليا بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما جديد العروض، فيديو جديد وميزه رائعه. كنبداو ان شاء الله بهذا المول ديال الزاج. كما كتشوفوا في الاحجام متنوعه، هذا الحجم هذا المتوسط، الثمن ديالو 31 درهم، وهذا الحجم هذا الصغير على شكل زليفة ديال الزاج، الثمن ديالها 18 درهم. وهذا الحجم الكبير الثمن ديالو 199 درهم. وهذا الكيسات ديال شرب الشاي كما كتشوفوا فيها 12 كاس، زواقة جديدة، الثمن ديالو 134 درهم فاصلة 90. وهاد الفراقة ديال الحلوى أو المنظمات فيهم 6، كما كتشوفوا الشكل ديالهم راقي وزوين، الثمن ديالهم 95 درهم فاصلة 90. وهاد القلاية الهوائية، كنحاول نتقل الفيديو باش تبان ليكم مزيان، الثمن ديالها 1199 درهم. وهاد الرياحة هادي ديال إينوكس، كما كتشوفوا الشكل ديالها، الحجم ديالها كبير، الثمن ديالها 369 درهم. هاد الصاك هذا كما كتشوفوا ديال فيه بلاستيك من الداخل، الثمن ديالو 159 درهم فاصلة 90. وهاد التبصيل هذا من الحجم الكبير، اللون ديالهم ابيض سامبل، حتى الزواق ديالهم سامبل، الحجم ديالهم كبير غير كيبان في تقريبا القطر ديالهم 35 سنتيم، الثمن ديالهم 99 درهم.